مليون مبروك ليك كابتن اسامه، ضيوفك الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بدايه ولا اروع على بطوله الدوري الممتاز، 6 نقاط من 6 نقاط بالعلامه الكامله، اعتقد بدايه ولا اروع خاصه قبل فتره توقف الدوري. يسعدنا يكون معانا عاقل نهايه المباراه مستر مارسيل كولر واستاذ رضا الحنفي اللي قام بعمل الترجمه. يعني في البدايه بنهنيه على الفوز والبدايه الرائعه لبطوله الدوري خاصه قبل توقف الدوري. شكرا جزيلا. Also ich glaube, dass wir uns natürlich noch steigern müssen, dass wir schon besser gespielt haben, aber es war jetzt auch der Anfang war auch schon wieder intensiv. Und wir haben im letzten Meisterschaftsspiel gegen Ceramica وكمان الماتش اللي فات ضد سيراميكا كمان في الدوري الشوط الاول ما لعبناش بشكل كويس، الشوط الثاني كان افضل بكتير ونفذنا الكلام اللي اتفقنا عليه. لعبنا النهارده ضد خصم قوي. طبعا احنا ما عملناش كل حاجه صح زي ما احنا اتفقنا. كان الجون بتاع طاهر اللي احنا سجلناه في بدايه المباراه عرفنا نوصل بيه لنهايه المباراه وناخد الثلاث نقط من خلاله. ما سبناش، كنا مدافعين كويس وما سبناش للخصم فرص كتير ان هو يهدد مرمانا. لو كان في تركيز اكتر في انهاء الهجمات بشكل افضل كان المفروض ان احنا نسجل هدف او اثنين اكتر من كده. التبديلات كلها كانت بداع الاصابه، يعني معظم التبديلات كانت للاصابه، ده اثر على الاداء واثر على كمان فلسفته في التغييرات طوال المباراه. احنا عندنا قاعدة لاعبين ممتازة جدا وموجودين معانا كفريق من فترة طويلة وعارفين ازاي بطريقة لعبنا، وعشان كده ما كانش دي مشكلة بالنسبة لي النهارده. فترة توقف دولي مع بداية بطولة خلاص، يعني لعب بطولتين وكمان بدأ في الدوري مبارتين، فترة توقف الدولي شايفها ازاي وهل هتضر الفريق ولا هتبقى في مصلحته وهو محتاجها في الفترة دي؟ طبعا احنا سعداء بفترة التوقف الدولي اللي جاية لأن كان عندنا ماتشات قوية جدا في الفترة اللي فاتت. أنا سعيد إن احنا ممكن ندي للعيبة ويريحهم من الكورة خالص كام يوم وكام يوم يقضوهم مع عزاويهم وعائلاتهم ونبدا من الاول وجديد ونستعد بكامل قوانا للمرحله الجديده. نشكره ونتمنى له التوفيق باذن الله ودايما في بطولات وانتصارات مع النادي الاهلي. في اللي جايبينه النادي الاهلي. شكرا جزيلا. كابتن اسامه ده كان لقائنا مع مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، دايما يا رب النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ودايما يا رب يبقى رقم واحد. كلمه كابتن اسامه اتفضل.